اولا شعبة العلوم الرياضيه ماشي كباقي الشعب، هي شعبه خاصه. واحد العمل ما كيبداش من البكالوريا، كيبدا من البريمير كوليج ليسي، ماشي حتى العام ديال البكالوريا عاد شي خدمه. هي كنصحهم انهم يتبعوا في القسم ضروري، والاستاذ ديالهم راه ما غاديش يبخلوا عليهم بالمعلومه، والخدمه في الدار هي اهم حاجه. اللي خدم على شي حاجه راه كيجيبها، واللي عندهم استدراكيه ما ماشي مشكل، راه ما عندكم فرصه ثانيه باش تحسنوا المعدل ديالكم، ما عليكم غير تخدموا صافي. ولكل مجتهد نصيب. انا صراحه العام كامل حاولت نبدا انني نخدم على خاطري، نخدم بشويه عليا، اي حاجه درناها كنت كنعاودها. بقيت هكا لقيت الاستراتيجي اللي غنخدم بها، قديت بلانينغ ديالي، بقات لي واحد شهر الاخر هكا كثرين الاخر اكسليريت فيها، عطيت الجهد ديالي كامل والحمد لله نجحت. كنبغي نقول للمستدركين بان باقي يقدروا يجيبوا الباك ديالهم في الدوره الاستدراكيه، يركزوا على المواد اللي ثبت لهم الاستدراكيه، وان شاء الله راه غيجيبوها. الله راه ما عمر ما يخيبهم.